زي ما قلت لك هنا رونالدو اكبر من ميسي. يا هلا والله بالشباب، يا هلا هلا، وحشتوني 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 وحشتوني. هلا هلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تمام، كيفك بعد هذا؟ الحمد لله ان شاء الله صحه افضل بعد الابره. حالك بعد الإبرة؟ لا الحمد لله تمام، كويس. زي ما قلت لكم أمير ما خباني وأنا تمام. المهم خلينا نخش في التحدي على طول. حلو، الحلقة دي مختلفة، عبد الرحمن ما يستخدم حظه دي الحلقة، خلاص كله حظي. تمام، هنروح المطعم هدي كل واحد فيكم ظرف فيه فلوس. حلو، بعد ما تنزل الطلبات هطلع كرت ثاني حكم، هو هيحدد انت ايش هتسوي. اكشن كارد يعني؟ اكشن كارد. الله، اكشن كارد. يعني ممكن تاكل تبن بس مو تاكل تبن عادي، تاكل تبن زياده، فاهم؟ طيب يلا موافق خلاص. تمام، يلا على اول مطعم. يلا على اول مطعم. عبدو ايش رايك نسوي هذه لعبه؟ طيب اذا نسوي ليفت اند شيت لعبه، والله اذا عجبتكم الفكره يا جماعه نسويها لعبه وتقدر تشتروها وقبل ما تروح اي مطعم تسووها. حلو، مره حلو، حلوه. طيب يلا، ونذكركم يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعطونا اقوى لايك. اسمعوا، تفاعل مستمر، يبغى يطلع على ما نبغى اي فيديو تحت ال 100000 لايك. كم لايك بسرعه؟ 130 130000 لايك. 170. المطعم الاول يا جماعه اسمه ذا بلان، هذا مطعم برجر جديد هنا في مدينه جده ومسوي شغل مره قوي. حلو، دقيقه لا فنط فنط الورق، فنط فنط ثاني، فنط يعني كش ثاني، فنط زي الناس، فوق تحت قدام ورا. ايوه يلا، حط لي ظرف وحط لي امير ظرف. تفضل تفضل. اول واحد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سبحان الله، البدايه سبحان الله سبحان الله، والله كنا 100. الله اكبر، استنى استنى. اول مره طلعت، اول مره في حياتي والله. اسمع، احنا واضح انه حظ شريف يعني. شوف خير. شوف او صح، اقل منه او 100 ريال اول مره في حياتي، 100 ريال جيني. خلينا نختار طلبات، حنبدا الان طلبات هذا المنيو. طيب ابغى هذا تشيكن بايت، وابغى برجر دواجيو دبل باقي 70، وابغى كلاسيك تشيكن. دين الطلب تاني على ذوقك، ومشروب وأبغى كله ب 150. انا بطلب فرايز، وبطلب ذا كلاسيك حلا اللي هو حق السريلات، ذا دونات ومويه بالله. وربي انا جربت هذا المطعم قبل كده، دواجيو ده انت تحمد ربك، هذا حظ شريف ترى مو حظك، فاهم؟ يا ابوي انت الحين ليك قاعد كذا عينك ترى؟ ماشي كرتني، ها ماشي كرتني، وما هنسى اللي انت سويته مع الاكل كله وصل. شوف اكل ايش لسه قبل لا تاكل. هنختار ظرف، لو ظرف الاكشن هخلي سيري تختار ظرف. تشوز راندوم نمبر فروم 1 تو 6. بقول لك مره امان التكنولوجيا. رقم 3. رقم 3 ايوه. هات انا افتح بدون اكشن. والله حظك. يعني عادي زي ما احنا ناكل. ايوه بدون اكشن. والله حظك الموضوع، والله حظ صير يحصل من حظي. شوفوا هذا الطلب يا جماعه. امير امير ورينا ورينا ايش طلبات الامير. شوف هذا ستريت فرايز، ها زي البطاطس اللي تيجي في العربيات، شايفين بطاطس البطاطس، هي فيه له حمر، فيه له اتوقع توم، اتوقع فيه له فلفل اخضر. دواجيو وكلاسيك تشيكن. شوف هذا الدواجيو ده الصراحة، وبرجر كده دبل. رهيبة. تعالوا اوريكم البرجر الكلاسيك حقي عشان تفهموا ايش قصدي بالكلاسيك. ايش قصدك يعني بالكلاسيك؟ قصدي انه ما فيه له فدي كثير. طب حتى ده ما فيه له فتة يا امين، ايش الفتة في الموضوع؟ خش على البرجر اللي بعده. يا اخي انا طلباتي كثير يا امين. شوفوا هذا تاكو، التاكو الخاص حقهم جدا طري
حنون وفي له لحم بولت مسحوق في له فلفل حار عادي معاك الشغال وحش delicious لا فلفل حار بسيط يعني ما هو شوف يا مين دلعت المطعم هذا المطعم ده المطعم الجاهز مرة مو صالح اي احد فيكم استمتع بالاكل دحين علشان الله يستر من المطعم الجاي الدجاج مرة جيد كريسبي وطري انت دحين عندك اثنين حلب ايوه انا رايح حلب ايش بك اهو شوف يا جماعه هذا سريلاك ايس كريم سريلاك امير طبعا ما عاش الطفوله فبيعيشها الان كيف سريلاك معك طيب زيزه صراحه السريلاك طيب الصراحه والله وانت ورينا الدونت هذا بالسكر الثلجي بودره مره طريقه الحمد لله طالب كل شيء في المنيو تقريبا يقدر ادوق ايش ما طالع فيه بس التامين المطعم الجاي يا جماعه نشوف كيف نشوفهم في المطعم اللي بعده شوف المطعم اللي بعده شوف يا جماعه هذا المطعم لما تيجي تبغى تصور شيء يجيبوا لك الرينج لايت طيب ايش المطعم اسمه جامبا متخصص في رولات الجمبري مختار بعنايه هذا المكان هذا الصوص يا جماعه عبقري عبقري وعبقري اللي اخترعه كمان مرة لذيذ ما شاء الله ايش هذا يا ابويا هيك وديفكو ايش في خلاص خلاص هو الناس دوبي بغشر لا لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم انت كم طله طله 75 انت 20 30 35 ريال نعم بس يعني اظن ما يمكن ما تاكلك زي الناس هنا طب خلينا نشوف المنيو في شيء جنبك انت هو 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 مو انا والله اقسم بالله ايش بك شكله بيروت حقه بيروت حق ايه يا عمي بيروت حق ايش وريته الفيديو احب اقول لك وشاف انت ايش سويت فيه اسمع هذا ليس سوقه وينزل ام الفيديو ترى ليس سوقه ينزل المقطع يمينا بالله حاجه واقلب الكمبيوترات عليكم ايش التهديد ده بقول لك اسمع غير الباب غير بصمه يعني انصحك لا تروح للعنف ابغى اطلب اول رول الصراحه مره احبه اسمه رول الميبل سراتشا بعدين هذا كم 58 12 ريال مشروب عنده 35 ريال طب في حلب 35 اوف هذا الحلب والله ترى لسه باقي اكشن كارد لا تنسوا ليه فكيت قايد الحين انتوا الاثنين ما اعرف عشان 36 ما ينفع تسوي الديسكاونت لو سمحت لخص واطلب ابتايزر بيجيك معاه شيبس وصوص خارجي خلاص اوكي 33 بس مويه بريالين ما في مويه بريالين خلاص هذا الطلب وكل الفلوس الباقي حترجع للخزينه حقت ليفت جي تيجي الطلبات نشوف اسحب واحده يلا دقيقه خد خلاص يلا ايش معنى اخترت لي ده ما اعرف والله اخترته كذا ايش يا اخي يا شريف انت غشاش شريف والله ما غشيت تفضل تفضل مقبلاتك يو مقبلاتك الجمبري الروبيان انت اللي اخترته كمان قال لك خذه روبيانك العدل يا امير ترى غشاش هو ايه هات الكولا حق قال وجبات كولا حقي السنة بالعافيه يا امير كيف بتاكل ده اقصه كده ولا ايه ولا ايوه علم اول مره ياكل شريف والله ما غشيت شاكك فيه والله ما غشيت ايش رايك في غزو الكوكب عن طريق الكائنات الفضائية الصوصات عادي صوصات عادي صوصات 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 انت تاكل من صوصي والله لو تصوصها من هنا لبكره خليك في صوصاتك هو دقيقة ايش تبغى تطلب منديل فيه لا انت باقي لك فلوس بطلب بيها صوص لا يفتح شوف يا جماعة ما شاء الله كيف طعمه جيد صح؟ لا يا أمير لا أقسم بالله كان نفسي في رب الكعبة
معلش تصير بفضل العوائل. هي حط عليه ليمون. حط عليه ليمون. ايش تبغى انت؟ لا تتدخل فيه. شو الشريف؟ اشبكم علي انت الاثنين يا اخي. خليه ينبسط يا اخي مره واحده. اشبك الله. اسمع انت ما تاكل سلطه اديني. قولي اقول لك انت ما تاكل سلطه خلاص اديني هي. اليوم صرت اكل سلطه شايف كيف؟ صرت مره يعني الياف كويس الجسم يشبك اخوي. اول مره في حياتي يمكن ياكل سلطه. اول مره اشوفه ياكلها بجد. انت اشبك علي يبي خليني اكل خلاص لا تكذب كلام اسكت. نشوفكم في المحل اللي بعده يلا. وصلنا المكان التالي اسمه 10 يونيو افضل الاماكن تقدم ايس كريم في مدينه جده. يلا نقول بسم الله. يلا يلا. في اوراق اوراق جوا جوا. طيب يلا تعال يا شريف طلع الاوراق. باقي اثنين. اخطا ورقتين والله باقي اثنين. فنطها كويس ودي كل واحد وحده. غشيت كيف غشيت قدامك كمان شكله فاضي هذه. لا لا ريالي. لا لا يعني نشوف اللي يعني هذه انتوا كذا تسوقوها. ما حد ساقها ما حد ساق شيء يا اخي. حظك سيء يا اخي اعترف. في اكشن كارد في اكشن يعني كارد. ما ترى الاكشن كارد ممكن يقول لك بدون اكشن. يلا يلا ندخل بيها. يلا روح اطلب يا واد. عندي 55 ريال حط بيها ايس كريم يا واد. شوف الايسكريمات اللي حنزلها. اتوقع اشتري مويه لو عندهم مويه. بالله المويه بكم؟ المويه بكم؟ طب البسكوت لحاله يجي بريالات ولا؟ البسكوت لحاله بريالات؟ البسكوت لحاله بريالات؟ من جد؟ ايه خلاص خذ بسكوت. سبحان الله. ولا تقرب صباع. استنى لسه باقي. خلاص ما هذه ما فيها اكشن. ما فيها اكشن. في اكشن حبيبي والله. ما في اكشن. الاكشن كارد انا شاكك. لا سيري تختار. تشوز ا راندوم نمبر فروم 1 تو 6. اربعه. طيب اربعه يلا اربعه. بسم الله. طلع رقم أربعة في سيري ولا لا؟ والله أربعة أقسم. يلا يلا مشاركة الطلبات مع الكل. طيب خلاص 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 لا تنفجع مشاركة خلاص. طيب ماشي. الله يا الله يا أخي والله أحمد ربك. الأكشن كارد هذه أحسن شيء صار في تاريخ والله كارد. القدام من يوم ما بدأنا لعبة ظروف نبغى أكشن كارد. الحمد لله. شوف اسمه هذه النكهة بالخوخ هذه مرة تعجبني. وهذه بالليمون. شوف البسكوت كيف طريقته تكون مقلوبة جوة الكاس. عشان تسوي زي تسوي زي كذا. نعم تسوي زي كذا. اسمع بقول لكم شيء. قريبا حيفتح 10 جون في حي المروة. يا واد فرع 10 جون مرة حيكون أقوى فرع في مدينة جدة. تعدوا قريبا افتتاح. تحضر افتتاحه؟ طبعا انا طبعا ضروري احضر افتتاح. كلنا نحضر افتتاح 10 جون اللي في حي المروة بالذات. اي في حي المروة بالذات. ايس كريمات هاي اسمها سوفت سيرف. اسمها سوربيه. ايه سوفت سيرف. سوفت يعني كذا بالسوفت سيرف. وهذه كذا هو ايش دوب قال سوربيه. ايش سوربيه؟ ماني عارف جابها من ايوه يعني مكوناته ما في حليب. ايوه مكوناته ما هي حليب. مكوناته من فواكه ايوه ومويه. ذيس از سوربيه. فواكه ومويه فقط. وهذا متلجه تيجي. هذا فيه حليب وزي ايوه. هذا من مكوناته فيه حليب كريم. هذا مره ينعنش. هنا كنت كذا بحس بحراره وكذا تاخذ حاجه من دي النكهات تحس بانتعاش. مشاركة قلنا مدير الفرع والله مرة طيب الصراحة. الصراحة دائما يديني سكريمات ببلاش. هذا سكريم اسمه قهوة لوز سبيشيال. قهوة اللوز والله عزيز صراحة. تحسه قهوة لوز على لبنية على مرضى احسنتم. هو والله صرت هو مهزلة. لا دحين في الكاميرا شفت مهزلة كيف؟ انت الان ملطشة قدام الناس.
هو اللي قال لي، هو اللي قال لي، هو اللي قاعد يسخن وقاعد يقول كذا، وهو اللي حط لي خلاص. ينافخ نفسك له يا جرعه. طب خلاص خلاص عبد الرحمن اللي قال لي اهو. لا كنا نتكلم ملطشة ملطشة يا اخي ما اعرف ايش. بعدين بعدين تقول لي ليش وما ليش شفت فيديو مسرب. اسمع هذاك الاوفر انت كمان لا تستهبل. خلاص يا امير بالله يروق. انا قاعد اجري قال لي يا دب اجري. والله حر يا لا ما شيء يا لا ما عندي لاقه والله تحبتوني بلا ليمون بالله تعبت. يقول لك تعب دحين استغلال الفرص الصحيح. الان تستغل الفرص هذا اللي تعلمته من الحياه. لو سمحت خلي الباب مفتوح. استنى امير في ناس في ناس والله في ناس. ان شاء الله يا جماعه يكون الفيديو اليوم عجبكم. والله انا مستعجل الصراحه عشان ورايا فرج اقصد ورايا الله يعين مراجعه الفيديو سوليديت حقه وزي كذا. فان شاء الله يكون بس باك. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم يا جماعه ايش يسووا؟ لا تنسوا تسووا لايك وتنشروا الفيديو هذا في كل مكان. ومن جد شوفوا الحلقه. خلاص لا تكثر كلام. بس زر التنبيهات فعلوه. زر التنبيهات لا تنسوا تفعلوه. اي بس كان معاكم الشيخ عبد الرحمن واليوم امير من قناه ليفت اند شيل. سلام سلام دام مع حلاوه بكره. ساعدوني 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 انا